كل سنة بقف، بس ساعات كنت بغير يعني الكنائس. أقف مرة قدام كنيسة مسرب شبرا، مرة مثلا قدام القدرية العباسية، ومرة مثلا قدام الشيرتون. وإحنا أصلا من القلة ليه؟ كان ده سهل قوي، وفي نفس الوقت شكله مميز. بنقطع كده على حساب اللي هو يكون المقاس كله متساوي في نفس الوقت، ولازم يكون وشكله عامل زي الزجزاج. هو بيتهيأ التاج تمام، التاج الشوكي بتاع المسيح. تانية ساعات بتيجي جلسة بيكون فيها حاجات وكده، دي بتبقى على طول. لكن احنا بنحب نكون مميزين مع الزبون يعني كده اللي بيجي لنا. احنا يعني ايه، وشفنا ان هو بنعمل حاجة بايدينا. نحضر نفسنا مثلا من الساعة كده 4 الفجر عقبال ما نحضر ونيجي وكده، عشان بس يعني نكون جايين بدري. 4:30 نوصل مثلا هنا على الساعة 6 الا ربع، بنقعد يكون الناس بدأت تيجي كده ويتحرك ويبدأ الشغل. انا باجي هنا من يوم لحد الصبح، بس انا في الايام العاديه يعني عارف بعض الناس وكده. طبعا الاسعار مولعه جدا يعني جدا. اصلا الزعفه دي كده غير اي حاجه 8 جنيه 10 جنيه تاج حدود 15 10 تاج موضوع 15 10 السنين ده 15 جنيه الزعفه جدا 25 لحد 15 صار غير جامد قوي. يعني احنا مثلا كنا بنجيب شجاره كده فيها زعف كان بيبقى فيها مثلا 150 بكذا، مثلا 150 دلوقتي 150 دي مش موجوده، عندنا مثلا 500 حاجه و60 غيرت بأضعاف سنين. الزعف ده مثلا بيكون فيوم اكرداسه بجميع المناطق، بيكون من الشجر النخيل وكده. الناس بيطلعوا كده على التعليق كده بيجيبوا له سكاكين وكده، وحسب بقى كميات كل واحد عايزها بكام وكده. منير مرزوق سعيد جايب شوية زعف وموتر من الحبايب. بس جيت الساعة 8 الصبح 7 الصبح، الزعفة ب 15 السنبلة ب 5 الجلد المضافة ب 10 مش عارفين نساعد المساعدة. لا مش عارفين نساعدة حاجة مطلقة.